السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي في الله، كيف أحوالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. نتمنى أن الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال وأموركم مزيانة يا ربي يا كريم. اللي ما مزوجاش الله يجيب ليها شي راجل يكون لها سند وعون، اللي ما والدش الله يجيب ليها الدرية الصالحة، لا وقف على الطلاق ولا عندها ديو الله يوقف معاها، الله يسهل عليكم كاملين ويبعد عليكم بنات ولاد الحرام يا ربي يا كريم. فالبنات باش ما نطولش عليكم الفيديو، نزلوا دابا لتحت، اشتركوا في القناة اللي ما مشتركاش، فعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد وتكونوا السباقين للاستفادة من الوصفات ديالي ان شاء الله باذن الله تعالى. وما تنساوش كذلك انكم تدخلوا لي شي تعليق يكون زوين بحالكم، علاش لا؟ لانكم هكا كتخلوني ان كتشجعوني اكثر واكثر واكثر، وكذلك الفيديو كيوصل لاوسع نطاق وكيستافدوا منه البنات بزاف. اليوم ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم الوصفه ديال القرجوطه ديال الحولي. القرجوطه ديال الحولي اللي كنقصدوا بها البنات هي كتجي طويله من العرق حتى للجهه ديال الرئتين. اللي كنقصدوا به هو الانبوب التنفسي ديال الحولي او ديال المعزه او ديال البقره او ديال الجمل. يعني راه ماشي بالضروره ملي كنقول لكم مثلا القرجوطه ديال الاضحيه او ديال الحولي، راه ما كنقصدش بها غير يكون كبش، راه يقدر تكونوا ذابحين كبش، يقدروا تكونوا ذابحين معزه، يقدر تكونوا ذابحين بقره، كل واحد والاستطاعه ديالو، كل واحد شنو كيذبح في العيد الكبير. يعني هذا المشكل هذا كنتجاوزناه. المهم كنهزوا البنات القرجوطه. هذه الوصفه هذه لاش صالحه؟ هذه الوصفه هذه صالحه لان تهيجي بركابي، تخليه انه يكون مربوط فيك، تخليه انه ينسى السايبات اللي سالبينو، تخليه انه يشوف فيك واحد النظره ديال الحب وديال الاحترام، وتخليه انه يعني تجدد العلاقه ديالكم من اول وجديد، يكون واحد النوع ديال الحب والاحترام بيناتكم. حتى لهاد الراجل اللي كيكونوا هاد الرجال اللي كيكونوا يعني سلطويين او كيكون سليط هاد الراجل هذا وفيك كثر النقير، راه كتسكتيه بهاد الوصفه هذه ديال القرجوطه، راه كتسكتيه وكتجلبيه ليك وكتجذبيه ليك بطريقه اللي هي سهله، غير الا نتي معكازه وما باغياش ديريها. المهم الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم جوج طرق ديال القرجوطه، جوج طرق البنات، واختاري فيها نتي الطريقه اللي بغيتي. وباقي ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفيديو ديال حتى هو كذلك القرجوطه، ولكن كنديروه بواحد الطريقه اخرى. يعني هذا الفيديو هذا ما بغيتش نطول لكم فيه باش ما تخلطوش البنات. المهم الطريقه الاولى البنات هي انني كنهزو القرجوطه، كنهزو القرجوطه كنقطعوها، كنقطعو فيها غير واحد الجزء اللي يكون صغير، ماشي كنهزوها كامل، غير جزء صغير كنقطعوها، يا من جهه العنق يا من جهه الرئه يا من الوسط. المهم كاع ما تعيقي باش ما يعيقوش بك مالين الدار، او ما يعيقوش بك نسابك، او ما يعيقوش بك على حساب انت الا كنتي في دار راجلك ولا كنتي في دار اهلك. باقي راه دار اهلك راه عادي، ولكن دار نسابك راه كيفهموا غلط. كتقطعي واحد شويه من ديك القرجوطه، راه هي كتكون اصلا ملاصقه مع الرئتين، يعني غتهزي تقطعي منها واحد شويه وغتخليها على جنب. من بعد سواء هذه بعدا الا كنتي مزوجه، كنتي مصاحبه، كنتي مخطوبه، كنتي يعني معاه واحد الشخص معين كتعرفي سميتو، كتعرفي سميتو، يعني راه بطبيعه الحال كنتي مخطوبه او مزوجه، راه ما غاديش يكون عندك هذا المشكل هذا ديال سميتو وسميتو، او حتى كنتي مصاحبه معاه راه غتكون كتعرفي سميتو وسميتو. المهم اول حاجه البنات كنهزو ديك القرجوطه كنديروا فيها السبابه، كندخلوا فيها السبابه ديال اليد اليمنى، كندخلوا فيها السبابه ديال اليد اليمنى او السبابه اليمنى، وكنقولوا دوست فلان ولد فلانه في القرجوطه كيما دوست الخاتم في صبعي. كنقولوا دوست فلان ولد فلانه في القرجوطه كيما دوست الخاتم في صبعي، مفهوم؟ او حاجه اخرى، اما كدوزي السبابه ديال اليد اليمنى، او كتهزي التصويره ديال البركابي، كتهزي التصويره ديال البركابي كيفما قلت لكم الحبيبات ديالي، ولا كتهزي التصويره ديال البركابي
التصويره كتكون صغيره ولا كبيره. عندك كبيره كتطويها بهذا الشكل، كتطويها مزيان، كان عندك صغيره كتطويها وكتدخليها وكدوزيها في ديك القرجوطه يعني بهذا الشكل هذا، كدوزيها سبعه الخطرات كدوزيها من القرجوطه، وكتقولي نفس العزيمه اللي هي دوزت فلان ولد فلانه في القرجوطه كما دوزت الخاتم صبعي، دوزت فلان ولد فلانه في القرجوطه كما دوزت الخاتم صبعي. عندك التصويره راه كدير التصويره، ما عندك التصويره كديري السبابه ديال اليد اليمنى، هذه مفهومه البنات. من بعد كتهزي ديك القرجوطه، كتهزي ديك القرجوطه كتلوحيها في النار في المجمر، كتلوحها في المجمر وكتخليها انها تحرق على خاطر خاطرها. ملي كتلوحيها في النار حبيبه ديالي وهي كتحرق، كتقولي هذه العزيمه، حرقت قلبك افلان ولد فلانه، بيا تنعس، بيا تفيق، بيا تنسى الشقيق خوك الشقيق، وتنسى الكلب اللي سالباك، وتديها فيا انا فلانه بنت فلانه. غنعاود العزيمه، كتهزي القرجوطه ملي كتسالي منها بطبيعه الحال كدوزي فيها التصويره ولا كدوزي فيها السبابه، راه قلت لك الاختيار كيرجع ليك. كتهزيها كتلوحها في المجمر وكتقولي حرقت قلبك افلان ولد فلانه، بيا تنعس، وبيا تفيق، وبيا تنسى خوك الشقيق، وتنسى الكلبه اللي سالباتك، وتديها فيا غير انا فلانه بنت فلانه. مفهوم؟ هذه هي العزيمه. دابا غننتقلوا للمساله اخرى. دابا هذه هي الوصفه الاولى. الوصفه الثانيه كيف ما قلت لكم راه في العيد الكبير كنحتاجوا بزاف الثوب يكون بيض او زيف كتشري كيكون بيض، يعني يكون بيض ناصع. اشنو كنهزو؟ كنهزو الحبيبه ديالي القرجوطه، كنهزو القرجوطه كنقطعوها على ثلاثه، كنهزو منها غير واحد الشويه، كل شويه كنقطعوه من القرجوطه غير واحد الجزء اللي هو صغير من القرجوطه. المهم ثلاثه القرجوطات، كنقطعو شويه هنا شويه هنا شويه هنايا. كنهزو الثوب كما كتشوفوا، هاد الثوب هذا كنقطعو كذلك على ثلاثه، كنقطعوه على ثلاثة. هانتوما حبيبات ديالي باش نوريكم هاد الوصفة البنات، راه كتختاري نتي الوصفة اللي مناسبك، الوصفة اللي جاتك ساهلة واللي تقدري انك تطبقيها. بغيتي انا كديريهم بجوج ديريهم بجوج، راه مغاديش يشكلو عليك حتى شي اشكال. كنهزو هاد التواب ثلاثة كنقطعوهم، كنديرو شوية د القرجوطة هنا، شوية د القرجوطة هنا، شوية د القرجوطة هنايا، كنزيدو شوية ديال الحرمل، كل تويب كنديرو فيه قرجوطة قرجوطة، وكنديرو فيه شوية ديال الحرمل، شوية ديال السالبة، هانتوما شوية ديال السالبة باش تسلبي ليه العقل، شوية ديال الورد. سمحولي البنات راني مروحة، شداني هاد الريح، هاد الريح هانتوما. وكنديرو كذلك حبة العشق، حبة العشق أو عين العفريت، كتسمى حبة العشق أو عين العفريت، كل سميتو كل هذا كنديرو فيها وحدة. كنزيدو كذلك الزعزع، الزعزع تزعزعيلو قلبو عقلو الحبيبة ديالي، تخليه يبات ما يصبح، إلا هو جاي عندك وكيجري طالب وراه فيك الحبيبة ديالي. هانتوما عندك السودانية كذلك كنزيدو السودانية، عندك السودانية كنزيدو السودانية، هانتوما سودانية سودانية سودانية. ما عندك السودانية كتعوضيها بالفلفل الحار اللي هو الإبزار، هانتوما الفلفل الحار. عندك السودانية مزيان، ما عندكش كتعوضيها بالفلفل الحار، عندك بجوج ديريهم بجوج. هادي باش انك تهيجي. كذلك السكر، السكر عندك السكر مزيان، ما عندك السكر راه بطبيعه الحال اي دار فيها السكر، بغيتي ديري السكر مزيان، ما بغيتيش ديري السكر كتعوضيه بشويه ديال العسل. ها نتوما بغيتي ديروا العسل ديروه، ما بغيتي ديروا العسل دير غير شويه ديال السكر باش ايامكم بايامك معاه تكون حلوه. ها نتوما الحبيبات ديالي، من بعد كنهزوا هاد التويب هذا كنجمعوه
كنجمعوه طب الحرارة خصك تحاولي على هادشي انا راه هادشي غير بغيت نشرحو ليكم ما راه هاد الثوب راه خصو يكون شويه واسع من بعد كنهزو الخيط الخيط ديال البرا الخيط هكا باش كنخيطو الا كان حبيبك الا كان حبيبك بيض يعني لون البشره ديالو بيض كنديرو الخيط يكون احمر الا كان حبيبك اسمر كنديرو اللون ديال الخيط يكون كحل مفهوم كان حبيبك اسمر كنديرو اللون الخيط يكون كحل كان بيض كنديرو اللون ديال الخيط يكون هكا احمر المهم كندوزو داك الخيط على هذاك على داك الخير او على ديك البركه كنسدوها مزيان وما تكونش كتبان حتى حاجه انا التويب راه صغير وصافي انا غير بغيت نشرح لكم وصافي ها نتوما وكتمكنيها مزيان هادي وهادي وهادي كتجمعيهم في دقه واحده من بعد كديري لهم كتهزيهم كتعلقيهم في شي بلاصه شي شجره ولا كديرهم في شي بلاستيكه وباش انهم ما يبانوش وديريهم شي في شي في شي في شي هكا هكا شي حبل ديال النشير ديال الحوايج المهم شي بلاصه اللي كتكون كتدي كتدي كيديها البرد وكيجيبها كيديها البرد وكيجيبها كيديها البرد وكيجيبها وانتيا في هذه راه كديري فيها النيه راه النيه ما كديري فيها لا عزيمه لا والو كديري غير نيه ديك النيه اللي ناويه في عقلك لان هذا العمل هذا مني درتيه راك انت دايره واحد النيه في عقلك ان هاد فلان هذا بغيت انه يرجع ليا بغيت ان قلب يتحرق ليا بغيت ان عقلو يرجع يفكر فيا يعني كديري النيه وكتخلي هاد ثلاثه الاتواب كيبقى يديهم البرد ويجيبهم كيديهم البرد ويجيبهم سواء كان في السطح يعني السطح ديالك سواء كان في شي شجره سواء كان في يعني في هكا في شي هكا في الشرجم كيبقى يديه الهواء ولكن يستحسن الشرجم لا لانه كيكون يعني باين المهم البنات ديري فيها النيه وكوني اكيده باللي راه غادي يبان لك الفرق انتيا هاد بوركابي هادي اللي كان بعيد عليك غيتصل بيك غيسول فيك غادي يرجع يقول لك راه ما عرفتش وليتي كطيحي ليا في بالي وليت كنفكر فيك بزاف يعني غيبقى يلقى لك الاعذار باش انه يهضر معاك من اول وجديد وهاد الوصفه هذا البنات راه كدوم عام كامل راه ما كتفسخ ما والو ما كتفسخ ما والو العام كامل والمفعول ديالها كيدو وبغيتكم انكم تجربوها بعينكم مغمضين واختاروا نتوما الوصفه اللي بغيتو اللي جاتكم سهله ديروها وتهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى.